ومساكم الله بالخير والسرور. اليوم بسوي معكم دجاج إيطالي مع الخضار. الخضار زي ما تشوفون كلها ميني، بس أنتم مو بلازم تلتزمون بالميني، ممكن تأخذون أي خضار وتقطعونها صغار حسب ما تحبون. في إضافة من عندي هذا الجبة، قلت شفت 90 ونات قلت بحطه، هو يشبه الكوسة، تلقونه في محلات الخضار الخاصة بمنتجات القصيم تلقونه عنده، لذيذ مرة، فراح أضيفه. وعندكم البطاطس الميني والجزر ميني، وعندي البصل ميني، بس مو بلازم زي ما قلت لكم تلتزمون أنه لا يكون ميني. عندي هنا الدجاج، صدور دجاج رققتها بالمضرب، وراح أتبلها ببهارات إيطالية، بابريكا، فلفل أسود، روزماري مجفف، ريحان مجفف، وملح. وعندي هنا روزماري فريش راح أضيفه له. وعندي هنا الماسترد نوعين، اللي هو ديجون والماسترد السيد اللي يجي معاه حبيبات وزيت زيتون، هذا اللي راح أتبل فيه الدجاج. ممكن تقدمونه الحالة وممكن تقدمونه مع الباستا، أنا راح أقدمها إن شاء الله مع باستا، عاد بشوف يا إما أني راح أضيف لها كريمة أو أني ممكن أحمسها بس بزيت زيتون وبهارات إيطالية وريحان وأوريغانو. فنشوف الحين إيش اللي بنسويه، بس يبدو أني بسويها بالكريمة. بنخلط كل مكونات التتبيلة، راح أضيف البهارات وراح أضيف خردل ديجون، وراح نضيف الماسترد اللي هو حبوب الماسترد وزيت زيتون. راح أخلط كل المكونات قبل أضيف الروزماري الفريش، بس أبي التتبيلة تختلط ببعض، بعدين أضيف الروزماري. بعد ما خلطت كل هالمكونات راح أضيف الروزماري، نقلبهم مع بعض وخلاص نتبل فيها صدور الدجاج. يا الله على الريحة، طلعت ريحة الماسترد مع الروزماري شيء خيالي. عموما خلوها نص ساعة شوي تاخذ الطعم، أو إذا حبيتوا تشوونها على طول، بس الأفضل يعني خلوها بس شوي يعني تاخذ نكهة البهارات والتتبيل، وبعدين شوها بالشواية. جبت الشواية وحطيت زيت زيتون وسخنتها، وتأكد أنها ساخنة، أيوة، عشان أبي الدجاج يحتفظ بمويته. أبدأ شوي بعدين أقصر النار، مو مشكلة، بس بالبداية لابد أن تكون الشواية ساخنة. عندي هذا الخضار حطيت عليه بهارات إيطالية وملح وفلفل أسود وروزماري فريش، راح أضيفه للدجاج، خليه ينشوي مع بعض، يتشوح مع بعض عشان كله ياخذ من نكهة بعض. ميزة الخضار الميني إنها تستوي بسرعة، فما تاخذ وقت، يعني ما يمدي الدجاج يخلص إلا هالخضار خاصة معه. قلبت الدجاج على الجهة الثانية، الحين بغطيه وخليه شوي يستوي الدجاج مع الخضار. وبجهز الكريمة للمكرونة، بحمص شوي ثوم، بعدين أضيف له فلفل ملون، اسمه الحين شوية هذا الفلفل الملون. الحين راح أضيف الفلفل الملون عشان يعطي صوص الكريمة نكهة، حضيف له بهارات إيطالية كذا، خليه ينحمس عشان تطلع ريحة البهارات. أعطيني أوريغانو حطيه، بعدين نضيف كريمة الطبخ. هنا لما أحس إن الدجاج والخضار قرب يستوي بضيف فطر فريش، أعطيني ملعقة لأني ما أبي أحطه في البداية عشان ما يذبل علي، أوزع كذا ونغطي الشواية. بضيف عليه روزماري فريش يعطي الكريمة نكهة غير شكل، كذا حمصة على السريع. يا عيني على الريحة، يا عيني على الريحة، البهارات الإيطالية طلعت ريحتها. الحين بضيف كريمة الطبخ وأخليها لين تغلي شوي وبملحها، ونضيف لها ممكن يا جبنة بارميزان أو جبنة موتزاريلا. الدجاج عندي استوى فحشيله عشان ما بينشف علي، ما ياخذ وقت صدور الدجاج خصوصا اذا كانت فريش، بس بشوح الخضار. طبعا اللي تشوفون هذا نزلت مويه الخضار مع زيت الزيتون
والريحة الريحة الريحة ويا عيني. هذه كمان خلاص، هذه خليها تتشوح خلاص. خلاص بعد ما بدأت تغلي عندي الكريمة وسلقت المكرونة، راح أضيف لها المكرونة تقليبة. طبعا أنا ضفت جبنة موزاريلا وملحتها، تقليبة وخلاص يتقدم مع الدجاج والخضار. شفتوا أسهل من هالوصفة؟ وهذا الدجاج الإيطالي مع الخضار والباستا، ريحتها مو طبيعية. ذيك قطعة الدجاج مع خضار تقتل تقتل. عموما جربوها لا تفوتكم، وانتظر تطبيقاتكم، وبالعافية.